حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أيادي بيضاء، والذي نلتقي فيه مع ثلم شباب الكويت في أعمالهم التطوعية المتنوعة والمختلفة والمتجددة أيضا في مختلف المجالات. اليوم عندنا فريق تطوعي جميل، يمكن ما في بيت ما يدخل هذا العمل التطوعي، غصب طيب وأيضا مذكور في القرآن، وبالتالي الواحد يتخيل شنو هالشيء اللي موجود في كل بيت وفي القرآن. اليوم عندنا فريق النحالين التطوعي، نحالين في نحل وفي عسل في شغلات حلوة. خلونا نتعرف على التفاصيل مع ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ عبد الله حماد، حياك الله. الله يحييك، سعيد بلقاء فيك. الله يجزاك خير وأنا سعيد بلقائي وياكم، الله يعطيكم العافية. حياك الله، الله يبارك فيك إن شاء الله. طبعا الواحد يستانس من كلمة عسل ونحل، يعني فيها شيء جمالي وفيها يعني طعم حلو وفيها طاقة وفيها قوة. شيء اللي خلاكم كشباب تجتمعون لإنشاء مثل هذا الفريق، فريق النحالي؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اجتماعنا الأول قبل لا نجتمع كانت عندنا أفكار. قاعد نلاحظ احنا الفترة يعني قبل ثلاث أربع قبل إنشاء الفريق أن في نحل يكون موجود في البيوت. في البيوت؟ إي نعم. اللي هو نسميه احنا النحل الشارد. احنا نسميه كنا حالياً نحل شارد. نعم. فالناس تتصل على المطافي ساعات، تتصلون على الهيئة الزراعة شؤون الزراعة. فسابقا كان الأعداد النحل قليلة، لأن بالكويت قبل ما كان في نحل بهالدرجة هذه. نعم. والآن مع تزايد الرقعة سبحان الله الخضرية الموجودة بالكويت والمساحات اللي قاعد تزيد، زاد ما شاء الله عندنا النحل، لأن النحل هذا أصلاً خصوصاً عندنا نوعين من النحل إحنا موجود بالكويت. نعم. اللي هو النحل القزم، هذا نحل آسيوي دش علينا بالتسعينات. نعم. والنحل اللي يستوردونه كل شهر تسعة كل سنة على أساس يربون ينتجون من العسل النحالين. نعم. هذاك يكون بري موجود بالطبيعة اللي هو القزم. القزم. والثاني اللي هو الكبير اللي قاعد ينتجونه الناس، اللي هو موجود عندنا النحل الكبير العادي هذا هم موجود. واللي غذي البيوت أي واحد؟ أكثر القزم. القزم لأنه موجود بالكويت خلاص. انتشر. أي انتشر. قام تتوسع يعني، قام انتشر حيل بالمناطق يعني. فالهيئة والمطافي وغيره كان عندهم دور، لكن دورهم يحاولون يدورون نحالين. نعم. فيدورون مني ومني، وكان أشخاص قليلة يعني. ففكرنا إحنا مع زيادة الطلب على هالموضوع هذا، يا جماعة نبي نشوف لنا طريقة نوصل فيها حق الناس. نعم. قلنا ماكو إلا ننشئ فريق تطوعي. حلو. وسبحان الله أنشأنا الفريق وسوينا، حطينا لنا أهداف، اللي هي من أهدافنا أن نوعي الناس عن النحل والعسل والبيئة الموجودة واللي يبيها واللي يعيش فيها. جميل. فقاعد نحاول أن نوصل حق يعني حق الناس من خلال الفعاليات اللي قاعد تصير مثلا بالمجمعات، ساعات بالمولات مع المولات والكلام هذا. نعم. وساعات اذا شارك بالحدائق العامه، ساعات تصير في مهرجانات بالحدائق. صحيح. فنشارك وياهم، فنحاول نوصل صوره عن النحل، ان النحل يا جماعه مو شرط انك تخاف منه. نعم. مو شرط انك اذا شفته تنحاش. اي نعم. يعني لان الناس من يشوف النحل ينحاش على طول. اي نعم. فيا جماعة النحل دامك ما توصله ما تتحرش فيه ترى ما راح يسوي لك شيء. زين. اي اذا لا تحوشه، لا تفتح عليه خليته، او لا توصل عند لانه يكون على الخلية، على الشجر مثلا، على شجرة عندك او على البيت، لان عندنا ساعات تكرمون حتى بالحمامات يدخل. عجيب. النحل الغزم هذا يدور البراد. اي وين البراد موجود راح له. اذل لان بالصيف قيض درجة حرارة 50. اي والله صح. فيدور لاي مكان يروح يعيش فيه. فيدخل تكرمون ساعات الحمامات، ساعات بالمطابخ، الجذور. اي نعم. اي موجود داخل يعني، داخل المطبخ واصل. أي. على الجذور موجود، نلقانا حتى داخل فندقه وداخل. اي تلقاه. اي اي كل مكان. اي نعم. بيت الدرج. اي هذا اتعب شيء علينا. نعم. هذا متعب، هذا يسوي لنا مشاكل، لان على اساس صعد التو هذا مشكله. اي نعم. فنحاول نقول حق الناس يا جماعه اذا الخليه عندكم مو مأذيتكم خلوها، خلي تعيش على طبيعتها، لا تخافوا منها، هذا الدور عندنا.
ودور ثاني عندنا كان حالين نحاول، والحمد لله هذه بينت يعني هذه واضحة الحين قاعد نشوفها، يعني ان يا جماعة مو كل عسل يتبلور يتجمد يعني مغشوش، يعني صح تحتاج توعية. ايه اي نعم. الناس قبل شو يسوون؟ ياخذون العسل ويحطونه بالثلاجة. اي نعم. من يشوفه يتجمد قال هذا عسل مغشوش. صحيح، وهذا ظن الكثير عند الناس. اي نعم. او انه لو يحطه عنده بالبيت تكلم منه 5 ايام 10 ايام اسبوع شهر على حسب نوع العسل. نعم. تجمد، شاف مثل حبات صار في مثل الشكر. صحيح. قال يبا هذا العسل مغشوش، غشني فلان. اي نعم. ولا غشني المحل الفلاني. لا يبا هذا مو عسل مو مغشوش، هذا عسل معناته انه مو نفس العسل الثاني اللي 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 ما تبلور، لان في عسل ما تبلور. نعم. وهذه طبيعتها وهذه قليله، لكن غالبيه العسل يا جماعه ترى غالبيه العسل يتبلور. سبحان الله. اي الا طبعا الا العسل اللي تعرض للتسخين اللي يكون طول عمره بحالته السائله، هذا نعم. موضوع ثاني، هذا يدار عن طريق الشركات، وما الشركات موضوع ثاني. نعم. فنحاول نبين لهم انه يا جماعه لا تشوف اكله، بالعكس عليك بالعافيه، ما في شيء، ما في اي شيء. وبالتالي انت عندكم مجالين، مجال النحل. نعم. تعريف بالنحل ومخاطره وايجابياته. نعم. ومجال العسل والتعريف في نوعية العسل، ويعني خلينا نقول انه مو كله غلط. أيوة. ومو كله سلبي. طيب خلينا بس البدايه، يعني لما نقولها فريق، هل كلكم متخصصين الفريق اللي معاكم من الاعضاء؟ والله اغلب الموجودين ويانا كلهم نحالين. كلهم نحالين. احنا اول ما احنا تقريبا 4 أو 5 أشخاص اول ما سوينا الفكره هذه. اي نعم. ودي اقول شغله بعد عن الفريق، يعني يمكن ان اللي يميزنا احنا كفريق. نعم. ان الفريق الاول على مستوى الشرق الاوسط. عجيب. اي ما في فريق نحالين تطوعي معترف فيه عن طريق الدوله. نعم. على حسب معلوماتي من 2015 احنا تم اشهار الفريق من وزاره الشؤون، الى اليوم ما سمعت ان في فريق عمل تطوعي يشيل النحل من بيوت الناس. ما شاء الله. ما في. هذا دليل ان الكويت ترى سباقين بالموضوع. صحيح. الاعمال التطوعيه والامور هذه يعني. صحيح. اي نعم. يعني هذا شوف ميزه فيهم. والله بالعكس هذا مكسب طيب، والواحد يعني هذا فخر لنا احنا كفريق. والله اي والله. صحيح. وشغله ثانيه احنا عندنا اللي هو كل ما نشارك مع الفرق التطوعيه الثانيه مو يعني مو في شيء يميزنا. نعم. من يسمعون الناس نحل بيشوفون النحل شنو بالضبط، فاذا شلون يطالعون خليه النحل يبيشوا، احنا دائما معنا نسميها خليه زجاجيه ناخذها معنا. نعم. فالناس من يشوفون هالشيء هذا على طول ينجذبون حق النحل، ويكون احنا مميزين جدا يعني بين الناس. والناس بدأت تعرف. ايه يعني بدأت تعلمون عن. عددكم؟ احنا عددنا حاليا 15 شخص. ما شاء الله. بس كنا اول ما انشانا 5 أشخاص. نعم. وزاد عددكم. زاد عددنا، لكن بعضنا كان هم موجود ويانا، دش يعني من انشانا الفريق دش معنا كذا شخص، لكن انسحبوا. نعم. لان العمل شوي متعب. اكيد. ومع الايام مع الايام سوينا طرق في ان نحاول نقسم المناطق. زين. يعني قبل انا اروح مثلا الصباحيه، انا بيتنا بسلوى. اي نعم. واروح الصباحيه. اي نعم. طريق. وفلان بيته بالصباحيه مثلا. أي نعم. ما يروح يعني المفروض هو يروح، عرفت شلون؟ اي نعم. فسوينا حطينا خارطة 3 مناطق قسمناها، الجنوبية الوسط الشمال. تمام. ومشت الأمور والحمد لله. زين حلو. إيه لا الحمد لله. هذا مطلوب حقا. الحين وصلنا إلى 15 شخص. أي نعم. ما شاء الله مقسمة الأمور هذه كلها. زين الحمد لله. طيب الآن خلنا نتعرف أكثر على هذا الفريق في مجال النحل أو العسل. ما هي المجالات الأعمال اللي قموا فيها وإنجازات خلال الفترة الماضية؟ والله الأعمال اللي إحنا كل يوم عندنا عمل. كل يوم شبه يوم. ما شاء الله. خصوصا من شهر يعني من شهر 4 او اخر 4 للايام هذه، خلاص بعدين يبدا يقل معانا ويرجع مره ثانيه شهر 9 شهر 10 يرجع مره ثانيه. اي تقريبا احنا عندنا كل يوم انجاز. ما شاء الله. كل يوم نتلقى اتصالات، لكن الاتصالات على حسب، مثلا اليوم يحوشنا 10 اتصالات. نعم. ما ناخذهم كلهم. السبب لان احنا هم بودنا عن طريقكم يعني انا كلقاء هذا انا بنفهم الناس. بعض الاخوان الله يسلمهم يتصل علينا يعتقد ان احنا بناخذ النحل. اي هذا حصل احنا بالتعليقات ساعات علينا. نعم. بالانستغرام او شيء نشوف التعليقات هذه.
هي بعض الناس يعتقدون أننا لما ناخذ النحل نحن نشيله مع خليته صح، فيعتقدون أن أخذنا النحل وخذنا العسل. أي فبعض الناس مو كثير يعني هذا ما بعضهم يقول يا معود عطنا العسل. اي متحسف عليه. اي متحسف ودي عليه وما لومه تبي الصيد. اي نعم لبيته صح يبي العسل افغى شو طبيعي. فنقول له يا اخوك والله ما في عسل، ساعات نسوي نضطر ان ننفض ننفض النحل. اي ونوريه يبا شوف هذه الخليه كلها حضن، احنا نسميها حضن عش الحضن، النحال يسمونها عش الحضن اللي للتفريخ. ايوه العسل قليل نادر لان النوع هذا بالذات من النحل اللي هو نسميه النحل القزم، لان النحل 20,000 نوع. نعم اللي ينتج العسل اربع انواع حاليا، قبل سنه انكشفوا قالوا اكتشفوا ان في اربع بعد ثانيين ينتجون عسل. نعم. مو كل ال 20,000 ينتجون عسل. اي لا لا بس ايه الحين ثمان انواع تقريبا. ايه المشهور منها النحل الربي للبيوت بالخلايا هذا المعروف اللي نربي بيوت وحدائق والمزارع وكذي، والنحل اللي هو النحل القزم اللي يعيش نفس بالبيوت اللي هو القرص الواحد، يبني قرص واحد فقط ما يبني قرص. أيه وانتاجيته تكون قليله للاسف، انتاجيته تكون عشان يعيشوه فقط انتاجيته. اي انتاجيته قليله. اي نادر نادر عندنا بالكويت بالذات. اي نعم سبحان الله نادر ما لان المراعي قليله والعدد زايد من النحل، ف نادر ما يكون يوصل لربع كيلو صراحه هذا النوع من النحل عندنا في الحلقات الصغيره. اي نادر ما يوصل. أيه وهذا ما نشوفه احنا يعني نادر اقول لك. نعم ومرات اذا شفناها قلنا ها تبي العسل نعطيه. أيه صح اكيد خلي ياخذ. اي نعطيه. وبعضهم على باله هذا نحل تربيه احنا نربيه، فيقول لك انا قريت له التعليقات بالانستغرام واحده قاعد تسوي لنا دعايه يا جماعه ترى في فريق روحوا اذا عندكم نحل شيلوه، عشان يكتب لها واحد الله يسلمه يقول لها لا بيعيه ب 45 دينار. يا سلام ما يستاهل حتى نص دينار. اي صحيح احنا ما نربي هذا، نربي نحل ثاني الاصلي اللي فيه إيه؟ عسل اللي هذاك اللي ينتج عسل القوي اللي النحل القوي. فمن خلالكم احنا نبي نفهم نوعي الناس انه يا جماعه ترى النحل هذا اولا ما يخوف وما يقرص دامك ما احنا نسميه لسع بس الناس يسمونه قرص. دامك ما قربت ما تعبثت ما راح يسوي لك شيء. نعم لا وخر عنه بس الناس بعضهم يخافون على العيال. حقيقه انا سعيد معاك في الحلقه اليوم واللقاء، لكن الوقت خلص وانا اطلب منك ان شاء الله تكمل معانا في حلقة قادمة إن شاء الله عشان نعطي أيضا توعية أكثر إن شاء الله. ساعة مباركة. بارك الله فيك عزيز وغالي، الله يجزاكم خير. مشكور أعزائي المشاهدين، استمتعنا معكم إن شاء الله في هالحلقة وراح نكمل معاكم في حلقة قادمة قضية العسل والنحل الكل يحبه، فخلونا إن شاء الله نتابع معكم في حلقة ثانية في تفاصيل هذا الفريق، ولنا لقاء معكم مع برنامج عايدة بيضاء، وشكر موصول لصاحب الديوان العام عبد العزيز الغنام. مع السلامة.